غناء فواتير الكهرباء بالعالم القروي وضواحي المدن للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، نسألكم على أسباب غلاء فواتير الكهرباء وما هي الإجراءات التي ستقومون بها لحماية جيوب المواطنين. شكرا. شكرا السيد النائب. السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. هذا السؤال فعلا يتردد باستمرار، وكنت طلبت من الإخوان والأخوات كما سابقا المكتب الوطني مستعدين ندخلوا في التفاصيل لأنك يحتاج إلى تفاصيل. أولا ما كيتغلاش، كنقولوا ونتحمسوا، واخا الناس ما كيعجبهمش هذا الشيء، طبعا غيردوا عليا الناس اللي جاتهم فاتورة غالية، ولكن كليا نقول لكم المكتب الوطني للكهرباء اللي عنده 6 مليون ديال الزبناء، 6 مليون ديال الزبناء، 85% ما كيفوتوش الشطر الأول والشطر الثاني، 85%، يلا تقريبا 15%، قلت 17% اللي كيدخلوا في الأشطر الأخرى، طبعا فيها جزء من الصناعيين وبعض الأنشطة الاقتصادية، وفيها ناس اللي مرفحين كيستهلكوا أكثر، ومع ذلك غلي تزاد شوية لما الحكومة باش تاهما ينزلوا شوية من حيث السهيلة. فربما شنو اللي كيوقع؟ كتوقع بعض المرات أن كيشتركوا الناس في عداد واحد، أو أنهم ما كيخلصوش في واحد، كيوقع إشكال ما كيخلصوش في واحد الشهر، كيتراكم هذا الشيء. يمكن يوقع غلط أن ملي كيتراكم ما كنقسموش على الشهور فكيطلعوا في واحد الشطر، لكن حنا هذا الشيء راه قلنا كنعالجوه بكل واحد عدد ديال الإجراءات باش إن شاء الله يبقى 85% ديال المواطنين في الشطر الأول والشطر الثاني اللي الحكومة قررت أنه ما يتزادش عليهم. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب المحترم. السيد الوزير على الجواب. حتى لا نكون عدميين، لابد ان نقدر مجهودات ديال الدوله خلال السنوات الاخيره في الكهرباء ديال المجال القروي. الشكر كذلك السيد الوزير الاطر ديال المكتب الوطني للكهرباء اللي كيتجاوبوا معنا كمنتخبين محليين خلال انقطاعات وخصوصا في فصل الشتاء، رغم يعني الخصائص اللي عندهم في الموارد البشريه. السؤال ديالنا السيد الوزير ما جبناش من يعني من فراغ، وانما كاين يعني حالات ديال الناس اللي من بعد تاخر ديال قراءه العداد لمده 3 أشهر او 4 أشهر اوتوماتيكمون كيمشي يعني للشطر السادس، وبالتالي كتكون الفاتوره جد مرتفعه. هناك ناس اللي وصلوا الفاتوره ديال 2500 درهم 3000 درهم، وحنا كنعرفوا بان هاد الناس في العالم القروي كيخدم نهار كامل على 80 درهم او 100 درهم، وبالتالي كتجي فاتوره بهذا الميتو راه ما عندوش لا حول له ولا قوه. التأخر دائما في قراءة العداد هو المشكل. احتساب القطيع وإعادة يعني ملي كيوصل هذا السطر السادس كيولي عنده القطيع، وكذلك إعادة ديال وضع العداد كيكون في الفاكتورة. الخصائص في الوكالات للاستخلاص كاين مشكل، هذا حتى هو كاين. كاين 9 الجماعات وعندهم وكالة واحدة ديال الخلاص. تنقل المواطنين باش يخلص واحد الفاتورة ديال 100 درهم خصو يخلص على 50 درهم ديال المركوب وياكل في السوق ولا سميتو ويرجع. نطالبكم سيد الوزير باعتماد العدادات الذكيه لتفادي هذه المشاكل وتزويد مراكز قرويه بعدادات ذات القدره العاليه لتشجيع الاستثمارات. وشكرا. شكرا محترم. شكرا. انتهى الوقت. هل من تعقيب اضافي؟ طيب السيد نائب السيد الوزير المحترم، ساكنة العالم القروي يعانون من غلاء فواتير الكهرباء، وهذا الشيء في غالب الأحيان راجع لعدم قراءة العدادات كل شهر ولعل الأقل كل شهرين من طرف الناس ديال المكتب الوطني، وهذا صراحة حنا كنتفهموا الوضعية ديالهم لأن كاين نقص في المواد البشرية وكيديروا بجهدهم، ولكن هذا الشيء راه خاصو واحد الحل باش يمكن نتغلبوا عليه. لان هذا الشيء السيد الوزير كيوقع تراكم في الديون ديال المستفيدين، وكتجي 6000 درهم و7000 درهم وهو ما قدرش يخلص حتى 200 درهم، وهذا الشيء كيخلق عليه واحد عدد المشاكل ما بين المكتب الوطني والساكنه. اولا الساكنه ما تقدرش تسدد الديون اللي عليها، وبالتالي كتصبح محرومه من هذه الماده الحيويه. شكرا السيد نائب المحترم. انتهى الوقت. السيد نائب. السيد الوزير، يشتكي العديد من ساكنة العالم القروي بإقليم ميدلت من غلاء الفواتير، مما أخرج مؤخرا بعض الدواوير جماعة زاوية سيدي حمزة وجماعة زايدة للاحتجاج. لذا نقترح عليكم السيد الوزير تعميم العداد
الدفع المسبق مع تبسيط المساطير ديال الربط بالشبكه، واخيرا توسيع الشبكه بمساعده الجماعات الترابيه في ذلك، وشكرا. شكرا السيد نائب محترم. رد السيد الوزير. شكرا السادة النواب المحترمين على ترافعهم طبعا ومراقبتهم للحكومة طبعا، ونائب العالم القروي وقريب من العالم القروي. فغنبغي نذكر بأن عندنا 1200 نقطة استخلاص ديال الفواتير ما كافياش. نعم، هادشي علاش كاين مفاوضات مع بريد المغرب، هادشي علاش الآن ابتداء من السنة المقبلة بعد ما درناه في الأنشطة الاقتصادية غنديروا ما يسمى بالعداد الذكي اللي غيعطي الإمكانية ما نبقاوش تراكم هادشي. هادشي علاش الآن درنا نظام ديال التواصل المحلي ومركزي، وانا كنقول السيدات والساده النواب اتفقنا مع السيد المدير العام ان اي اداره محليا مركزيا ما كتفاعلش مع المواطنين مخالفه للتوجه اللي ماشيه فيه البلاد بقياده جلاله الملك. فالحمد لله الان بدات كتشكل واحد السلاسه بين الاداره الى غير ذلك. كما قلت الدفع المسبق للان كنشتغلوا باش نعموه، ثم ايضا تشجيع المواطنين على المصابيح الاقل استهلاكا باش يمكن الاستهلاك ما يكونش. فيما يتعلق بالتراكم، أقول للسيدات النائبات والنواب المحترمين لا حق للإدارة أن تستخلص وفق تراكم الفاتورة، تستخلص وفق الشهر يعني المعدل ديال الشهر، بمعنى أنه إذا وقع أي تجاوز فيمكننا نراجعوا، كنرجع تواصلوا معنا مع المدير كما قلت راه عندكم علاقات مع الأطر، مستعدين نحلوا هذه الإشكالات. فلذلك مرة أخرى راه كنستقبل عدد من الشكاوى من السادة النواب والنائبات، عدد من المنتخبين في كل منطقة في العالم القروي، لأنه مادام وصلنا الحمد لله 99 فاصلة خصنا نزيدوا نحسنوا الخدمات باش تكون المنظومة كلها لصالح المواطنين في العالم القروي. شكرا السيد الوزير.